بيكم يا أصدقائي في سلسلة الضربة القاضية اللي بنشوف فيها أدوار قصيرة، وهدف هذه السلسلة بجانب إننا بنستمتع بفن الشطرنج إننا بندرس الافتتاحيات بطريقة مبتكرة ومشوقة ونعرف النقلات الصحيحة. ودلوقتي يلا نشوف هذا الفيديو، فيديو رقم 11، وما زلنا مع أليخين والجولة 21. أليخين بيلعب بالأبيض وابتدى بـ E4 C6 C4 D5 ED5 CD5 G4 Knight F6 Knight C3 Knight C6 Bishop G5. لحد كده الطرفين بيلعبوا تفريع معروف في الكاروكان، ولكن هنا الأسود لعب D takes C4. النقلة دي نقلة سيئة وبتتيح للأبيض إن يلعب G5 ويعمل اضطراب في معسكر الاسود. النقله المعروفه هنا ان الاسود بيلعب E6، ولكن هو فضل ان يلعب D takes C4. وألخن انتهز الفرصه ولعب D5 عاوز الحصان، نايت E5 نايت F3. ألخن بيعبق قطعه وفي نفس الوقت بيكسب تيمبو على القطع الغير محميه الاسود. وافضل نقله للاسود في الموقف ده ان يلعب بيشوب G4 ويربط الحصان الابيض ويحتفظ بحصانه في وسط الرقعة، لكن هو ملعبش بيشوب G4 ولعب نايت D3 تشيك. الاسود خسر وقت كتير بالحصان وهو لا يستطيع تحمل عبء النقلات المضيعة للوقت. يكفي ان احنا نقول ان الاسود محتاج لثلاث نقلات علشان يبيت الملك، مثلا يلعب E6 وبعدين بيشوب E7 وبعدين كسل، ورغم كده بيضيع الوقت وبيلعب نايت D3 تشيك. والأبيض كمل بيشوب تيكس D3 سي تيكس D3 كوين تيكس D3، ودلوقتي الأبيض أصبح متفوق في سباق التعبئة، فعنده ثلاث قطع صغيرة والوزير تم تعبئتهم، لا غير بيدق الوسط اللي على D5، وكل ده أمام قطعة صغيرة للأسود. ومع ذلك الاسود لعب E6 وده اسراف في تضييع الوقت. الاسود بيمنع الابيض من لعب كوين B4 تشيك، وألخن رد بكسل والاسود لعب E6. بالطبع دي نقلة سيئة للاسود وبتؤدي الى فتح العمود E، ولكن الاسود لعبها علشان يقدر يعبق فيه المربعات السوداء ويقدر يبيت. لو الاسود ملعبش E6 ولعب نقله زي الجي 6 وحاول ان يعبق الفيل عن طريق الفيونكة وبعدين يبيت، النقله دي برضو هتفتح العمود E، لان الابيض هيكمل ببيشوب تيكس F6 وE تيكس F6 هتفتح برضو العمود E على الملك. ولذلك الاسود في الموقف ده اختار ان يلعب E6 وكمل الدور، روك AD1 E تيكس D5 بيشوب تيكس F6 عاوز الوزير. وبالطبع الاسود لو اخد بالبيدق هيدمر هيكل بيادق الاسود في جناح الملك ومش هيقدر يبيت في هذا الجناح، ولذلك الاسود مضطر للعب كوين تيكس F6. وهنا ألخن انتهت الفرصة ولعب نايت تيكس D5، ومرة اخرى الابيض بيفوز بالوقت، ودلوقتي هو طالب الوزير، وفي نفس الوقت الحصان طالب انه يروح للمربع C7 بشوكة للملك والرخ، او ان هو يمشي من على عمود والوزير يروح للمربع D8 بكشمات للملك الاسود. وبالطبع الوزير لازم يتحرك لمربع يحمي منه المربع D8 وفي نفس الوقت بيحمي المربع D7، ولذلك الاسود لعب كوين D8. وهنا ألخن لعب كوين E3 تشيك والاسود سلم. الاسود سلم لان لازم الاول يدافع عن الكش، فمثلا اذا لعب بيشوب E7 هنا الابيض ممكن يختار بالنقلتين، وفي النقلتين هيفوز بمادة كبيرة، يعني مثلا ممكن يلعب نايت F6 تشيك بكش للملك وفي نفس الوقت بيطلب الوزير بالرخ ويفوز بالوزير قصاد رخ وحصان، او ممكن يلعب نايت B6 طالب الوزير وفي نفس الوقت طالب الرخ وهيفوز على الاقل برخ صافية، ولذلك الاسود في الموقف ده
سلم. ولو رجعنا من اول الدور هنشوف ان الاسود عمل اكتر من نقلة سيئة. يعني مثلا في الموقف ده لعب دي تيك سي 4 وادى الفرصة للابيض ان يلعب دي 5. وفي الموقف ده بدل ما يلعب بيشوب جي 4 لعب نايت دي 3 تشيك ودي مجرد اضاعة للوقت. وفي الموقف ده لعب اي 6 ودي برضو نقلة سيئة رغم انها نقلة دفاعية وبتمنع الابيض من كش خطيرة، لكن الافضل كان الاسود يعبق احد قطعه ويحاول يدافع امام كوين بي 4. اما النقلة الاخيرة وهي اي 6 فهي نقلة سيئة واتاحت للابيض فتح العمود اي، لكن في الموقف ده من الصعب ان احنا ننصح الاسود بنقلة جيدة، فهو اصبح في موقف ضعيف جدا وفي طريقه للخسارة سواء لعب الاي 6 او لعب جي 6 او لعب نقلات غيرهم. وبالطبع كل هذه النقلات السيئة جعلت الاسود بعد 15 نقلة فقط من البداية يوصل لموقف ميؤوس منه ويسلم. ودلوقتي تعال نشوف الجولة 22 اللي بطلها الكسندر أليخين. أليخين بالابيض ولعب اي 4 اي 5 نايت اف 3 نايت سي 6 بيشوب سي 4 الطابق الهادي دي 6 سي 3. وهنا الاخر لعب بيشوب جي 4 بيربط الحصان على الوزير والابيض رد كوين بي 3. الوزير والفيل الابيض بيهاجموا على الوتر المربع اف 7 وكمان الوزير بيهاجم المربع بي 7 بعد خروج الفيل، والاسود كمل كوين دي 7 بيحمي المربع اف 7 والابيض واصل هجومه على المربع اف 7 ولعب نايت جي 5 واصبح عاوز البيضة بثلاث قطع وأليخين لعب نايت اتش 6. خروج الحصان الى المربع اتش 6 على جانب الرقعة علشان يحمي المربع اف 7 مقبول في الحالة دي علشان الفيل الابيض اللي على السي 1 ما يقدرش ياخد الحصان عشان موجود البيضة دي 2 وموجود الحصان على الجي 5، ولذلك الحصان بيدافع جيدا عن المربع اف 7 والابيض كمل بيشوب تيكس اف 7 تشيك. التضحية دي اصبحت موجودة علشان بعد نهاية التكسيرات اللي على الاف 7 الوزير الابيض هياخد على البي 7 وكمل الدور نايت اف 7 نايت اف 7 كوين اف 7 كوين تيكس بي 7. موقف إليخين بيبدو انه سيء جدا، الوزير الابيض عاوز الرخ وعاوز الحصان بكش، ولكن إليخين واخد كل ده في الحسبان ودافع اولا ببساطة بكينج دي 7. الملك في امان تام على هذا المربع وكمان بيحمي الحصان وبيترك الوزير ياخد الرخ ويخرج خارج اللعب في ركن الرقعة، بينما هو هيستغل المربعات البيضاء اللي حول الملك الابيض الموجود في منتصف الرقعة بدون دفاعات. وبالفعل الابيض كمل كوين تيكس اي 8 كوين سي 4. دلوقتي الاسود طالب مات على المربع اي 2 مستغلا الاضعافات الموجودة على المربعات البيضاء، والابيض لعب اف 3. النقلة دي بتغلق طريق الفيل ويبدو ان هجوم الاسود انتهى والابيض متفوق ماديا، ولكن إليخين كمل بتضحية اخرى بيشوب تيكس اف 3. الاسود بيضحي كمان بفيل جي تيكس اف 3 وهنا لعب إليخين نقلة في منتهى الجمال نايت دي 4. النقلة دي مش تضحية بالحصان لان بيضة سي 3 مربوط على الفيل اللي على السي 1، ولو الابيض اخد الحصان الوزير هياخد الفيل بكش للملك ووراه الرخ والابيض هيكون في موقف فائز، ولكن الابيض ممكن يتخلص من هذا الربط ولعب دي 3 عاوز الوزير وإليخين ما عندوش غير كوين تيكس دي 3. ودلوقتي الابيض اتخلص من الربط اللي على العمود سي وممكن ياخد الحصان بكل بساطة سي تيكس دي 4 والابيض اصبح متفوق ماديا بقطعتين رخ وحصان. وبالطبع الوزير الاسود لوحده مش هيقدر ان هو يدي تشيك ميت للملك الابيض، ولكن إليخين لعب نقلة في منتهى الروعة وبالطبع هو شايف هذه النقلة منذ بداية الهجوم
ولعب بيشوب اي 7. الاسود بيضحي بالرخ لكن الابيض ما يقدرش ياخده. لو كوين تيكس اتش 8 الاسود هيكمل بيشوب اتش 4 تشيك ميت. ولو الابيض منع الفيل من انه يجي في مربع اتش 4 ولعب اتش 4 الاخر هيكمل بكل بساطة روك تيكس اي 8 وهيفوز. ولذلك الابيض في الموقف ده سلم. الحقيقة دور رائع بيورينا قد ايه موهبة أليخين وقد ايه ان هو صافي الذهن وواسع المخيلة، ولابد ان هو كان شايف كل هذه النقلات من اول النقلة كينج دي 7. ودلوقتي اقدر اقول لكم الى اللقاء في جولة اخرى من الضربة القاضية.